السلام عليكم، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نديوكم نموذج من امتحان اللغة العربية السنة الأولى من التعليم الابتدائي. يعني السؤال اللي غادي يعني تعطيهم المعلمة والأستاذة ديالهم هو يعني الحركات الطويلة مع الحركات القصيرة. مثلا غادي يحط لهم الحركات الطويلة، مثلا بحال هذا المثال أضعه في تحت مثلا، ما غاديش يديروا الميم مثلا، تحت الحركات القصيرة غادي يعطيوهم مثلا العديد من الكلمات بحال هكذا. مثلا عندنا يعني الكلمات اللي قراو هما حرف الراء وحرف الميم وحرف الدال وحرف الباء، هادو هما اللي قراو. مثلا غادي يعطيوهم بحال هكذا وغادي يقولوا لهم غادي نديروا علامة في او دائرة تحت المقاطع القصيرة. المقاطع القصيرة فينا هما هنا الامهات، يعني اللي ما عارفينش، او المقاطع القصيرة هما الراء مثلا هنا، راء، الفتحة والضمة والكسرة، هادو هما المقاطع القصيرة. را، رو، دا، دو، مون، بي، بون، ري، دا، رن، بو، مين، هادو الحركات القصيرة. هذا هو السؤال الأول اللي كيتعطى غالبا دائما، يعني الحركات القصيرة. الأمهات يركزوا مع وليداتهم، يعني يعاودوا يراجعوا معاهم الحركات، يديروا لهم مثلا ورقة ويعطوهم الورقة والسيلو، يقول لهم مثلا يكتبوا الأمهات، يديروا واحد الدفتر نتاع المنزل ويديروا فيه الحركات القصيرة ويشوفوا، يعني يختبروا الأبناء ديالهم واش باقيين عاقلين على الحركات الطويله والحركات القصيره. يعني غادي يديروا جوج، غادي يعطيوهم التمرين الاول فيه الحركات القصيره، التمرين الثاني مثلا ولونوا الحركات الطويله، ما، بو، بي، بو، ما، مو، را، دا، ري، دو، هادو هما الحركات الطويلة. هادو هما يعني التمرين الأول والثاني اللي نراجعو مع الوليدات نتاعنا السنة الأولى من التعليم الأولي. يقدر يجيهم بحال هكذا، نعطيكم أمثلة، مثلا يكتبوا لهم ويقولوا لهم مثلا لونوا المقطع اللي يكون فيه مثلا الميم، عالم، شمعة، مشطون. يعني هاد الدرس نتاع مثلا كيقراو الميم، واش كاين في اول كلمه او وسط الكلمه او اخر الكلمه، والدرس الثالث اللي يعني نراجعوا مع وليداتنا، نراجعوا معاهم يعني الحروف الطويله. غادي نعاود لكم الحروف الطويله، عفوا الحركات القصيرة، الحركات الطويلة، والحرف وسط الكلمة وأول الكلمة وآخر الكلمة. والدرس المهم هو المقاطع، إما غادي نشزئوا المقاطع أو يعطيونا مقاطع مجزأة بحال هكذا وركبوا من المقاطع كلمة مناسبة. غادي هادي دو داتون، غادي نجمعوها هنا كلمة دودات، هنا مداد، هنا عندنا الكلمات مجزأة وغادي نجمعوهم في كلمة مداد، يعني تجزئ وجزئ الكلمات التالية إلى مقاطع. مو دير، مو وراها مقطع، دي مقطع، رن مقطع. الكلمة هذه كتكون من ثلاثة المقاطع، مو دي رون. عندنا هنايا نعطيكم مثال، مدير، مداد، مداد، مي مقطع، دا مقطع، دون مقطع،
بحر. كاين الامهات اللي كيغلطوا بزاف في هاد بحر، كيقولك مثلا بحر فيها ثلاثه المقاطع، بح ديما السكون تيتكون مقطع مع مع الحركات الطويله كيتحسبوا مقطع، بحال ما دا هادو كيكونوا كيتحسبوا مقطع واحد، بحال دار هادي كما عندنا هنا دار راه فيها جوج تاع المقاطع دا اورو. هنا بحر بح رون، هادي بح كلمه واحده مقطع واحد فتجزي رون. مداد فيها ثلاثه المقاطع ببرون 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 فيها زوج نتاع المقاطع بب بب بح. السكون ديما الكلمه اللي كتكون يعني كيكون قبل منها كيكون من موراها السكون تتكون كلمه واحده، هذا الشيء اللي نراجعوا مع وليداتنا. سمكه فيها اربع مقاطع س ما ك تون، هذا الشيء اللي خاصنا نراجعوا مع وليداتنا. هذا نموذج من امتحان نتاع السنه الاولى من التعليم الابتدائي. نتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا بزاف. ما تنساوش تدعمونا باعجاب الفيديو والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد، وانتظروا عندي لكم يعني امتحان بحال امتحان تجريبي او يعني في الرياضيات النشاط العلمي واللغة الفرنسية. وشكرا لكم.